بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أنا أخوكم أبو محمد من قناتكم الراصد التقني، في فيديو جديد اليوم، مع كذلك حل أكبر مشكلة يعانيها مستخدمي تطبيق بريدي موب من بريد الجزائر، وهي نسيان كلمة المرور. إذن يبدو أن الشركة أخيرا قد استجابت لكذلك لمطالب المستخدمين، وبالتالي وضعت بين أيديهم طريقة بسيطة تغنيهم عن كذلك عن الاتصال بالرقم المزعج 1530 الذي قلما تتم الإجابة عنه. كذلك يمكن أو تستغني تماما عن كذلك إرسال أو مراسلة كذلك القائمين على التطبيق من خلال دائما البريد الإلكتروني الخاص بهم، وكلها طرق أثبتت عدم فعاليتها. إذن وبالتالي إذا كنت من مستخدمي التطبيق وأردت مثلا ونسيت كلمة المرور الخاصة بك وأردت استعادتها، كل ما عليك فعله طبعا هو الدخول إلى التطبيق. إذا الدخول إلى التطبيق والذهاب مباشرة إلى إعادة تعيين كلمة المرور. إذا نذهب مباشرة إلى، طبعا ستصلك هذه الرسالة هنا. إذا إجراء إعادة تعيين كلمة المرور، أنت بصدد إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، استمر. نضغط على موافق. إذا تأتينا هذه النافذة بهذا الشكل. كل ما علينا فعله هنا هو إدخال كذلك رقم البطاقة الخاص بنا مع تاريخ كذلك نهاية صلاحيتها، إضافة إلى رقم الهاتف. إذا بعد إدخال المعلومات الخاصة بنا من رقم البطاقة الخاصة بنا كذلك وتاريخ نهاية صلاحية هذه البطاقة بالإضافة إلى رقم الهاتف الخاص بنا، بعد ذلك نقوم بالنقر على مواصلة. نعم، نقوم بالنقر على مواصلة. إذا يطلب منك كلمة أو إدخال رمز التفعيل، وكما تلاحظ مباشرة تم إرسال رمز التفعيل الخاص بنا والذي يجب إدخاله سريعا لأن هناك مهلة خاصة بهذا الرقم. إذا 146 477. إذا 146 477. بعد ذلك نقوم بالنقر على مواصلة. إذا بعد ذلك مباشرة يطلب منا إدخال الرقم أو إدخال كلمة السر الجديدة وتأكيد كذلك كلمة السر. إذا سأقوم بإدخال كلمة السر. إذا بعد إدخال كلمة المرور الجديدة نقوم بالنقر على مواصلة. إذا لتغيير رقم الهاتف عليكم الانتقال إلى شاشة تسجيل الدخول، المحاولة من جديد. بعد ذلك نقوم بالنقر على مواصلة. إذا مباشرة تم الدخول إلى التطبيق كما تلاحظ هنا، وتم تغيير كلمة المرور مع الخدمة الجديدة التي تم إدراجها ضمن هذا التطبيق. إذا مما يعني أن طريقة تسجيل الدخول على هذا التطبيق أصبحت أسهل مما كان عليه الأمر في حالة نسيان هذه الكلمة، وبالتالي أصبح إعادة تعيين كلمة المرور على تطبيق بريد الجزائر، طبعا تطبيق بريدي موب، بسيط جدا، وكل ما يمكنك القيام به هو الدخول مباشرة من التطبيق الخاص بك وإعادة تعيين كلمة المرور عبر نقرات بسيطة وفي وقت محدود جدا، وهو تطور جديد تم إدخاله على هذا التطبيق بعد الكثير من النداءات التي أطلقها المستخدمون من أجل تحسين هذه الخدمة. غير أن تغيير كلمة المرور بهذه الطريقة يبدو أنه ربما ليس آمنا كما لو تعلق الأمر كذلك بالبريد الإلكتروني الخاص بك، خاصة إذا كان أو إذا وقعت هذه البطاقة ووقع الهاتف أيضا في يد مستخدم بإمكانه الوصول إلى كلمة المرور الخاصة بك، وكذلك بإمكانه الوصول إلى البطاقة الخاصة بك، وبإمكانه كذلك معرفة
رقم الهاتف الخاص بك، إذا مما يعني أنه سوف يصل لا محالة إلى تغيير كذلك كلمة المرور الخاصة بك، وهو ما يجب على الشركة الانتباه إليه. إذا أتمنى أن أكون من خلال هذا الفيديو قد ساعدت الكثير من الإخوة الذين تحدثوا فيما قبل عن تركهم للتطبيق فقط لسبب واحد ووحيد، وهو دائما مشكلة إعادة تعيين كلمة المرور. إذا مما يعني أن التسجيل على التطبيق أصبح، أو مما يعني أن استعادة كلمة المرور أصبحت أبسط مما يمكن مقارنة بما كان عليه الأمر من قبل، حيث كان لا بد من الانتظار لمدة طويلة، لا بد من اتصال بكذلك رقم 1530، لا بد من كذلك الدخول إلى مواقع أو إلى غير ذلك من الخطوات التي كانت قد حددتها الشركة من قبل. كل ما عليك فعله هو استعادة كلمة المرور الخاصة بك من تطبيق عبر نقرات بسيطة وفي وقت محدود جدا. إذا طبعا إن لم تكن قد سجلت بعد في هذا التطبيق، لدينا الكثير من الفيديوهات التي تساعدك، الجدير طبعا التي تساعدك على التسجيل في هذا التطبيق. يمكنك أيضا التعرف على الخدمات الجديدة التي يتضمنها التطبيق من خلال أيضا الفيديوهات الموجودة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. لا تنسوا كذلك الاستمتاع بالخدمات الكثيرة التي، والتعرف كذلك على الخدمات الجديدة التي تحصل على التطبيق، خاصة خدمة كذلك زكاة المال التي كنا قد تحدثنا عنها في فيديو سابق. إلى هنا يكون الفيديو اليوم قد انتهى، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال رضاكم واستحسانكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.